وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا السباق لسن الإذاعة مهرجان فارس الخليج اليوم الثاني واليوم الأول لسن الإذاعة. مباشرة نسير بكم مع هذا الشوط وهو شوط الإذاعة البكار المهجنات الأصايل لأبناء الغبايل. جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتابع الآن مقدمة هذا الشوط. أرى ريانة على مقدمة هذا الشوط للسيد يابر بن راشد بن يابر بن مسعود. وفي المركز الثاني المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني مزنة. في المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث وبنشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات. الجزيرة للسيد محمد بن عبيد بن راشد المري. وفي المركز الرابع المركز الرابع فتنة للسيد علي بن خليفة الرميثي رئيس الهجانة متواجد مع فتنة على المركز الرابع. وفي المركز الخامس المركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات اللي المركز الخامس صخب صخب بالمركز الخامس للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي. وفي المركز السادس الجزيرة للسيد محمد بن عبيد بن راشد المري. وفي المركز السابع المركز السابع اللي في المركز السابع الظبي للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وفي المركز الثامن المركز الثامن قرناطة للسيد حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي. وفي المركز التاسع المركز التاسع أمجاد للسيد سالم بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي. وفي المركز العاشر فتنة للسيد أحمد بن هلال بو إبراهيم. يا سلام بو سلطان يقول تبع مراقبة اللي في المركز العاشر واسمها فتنة ديروا بالكم. نشوف ونتابع ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام والصراع والبقاء للأقوياء على مقدمة هذا الشوط. نسير بكم مع الريانة. الريانة لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط للسيد يابر بن راشد بن يابر بن مسعود اللي على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني مزنة في المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام. المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث. وفي المركز الثالث جميلة في المركز الثالث للسيد عبد الله بن سيب بن مبارك الخيالي اللي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع فتنة للسيد علي بن خليفة الرميثي. يا سلام. المركز الخامس نشوف ناخذ الجزيرة في المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد محمد بن عبيد بن راشد المري. وفي المركز السادس صخب في المركز السادس للسيد مطر بن نصيب الاجتبي. وفي المركز السابع المركز السابع اللي في المركز السابع غرناطة للسيد حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي. وفي المركز الثامن الظبي في المركز الثامن للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وفي المركز التاسع فتنة في المركز التاسع للسيد أحمد بن هلال بن أحمد بو إبراهيم. وفي المركز العاشر أمجاد للسيد سالم بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي. يا سلام. هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام ريانة لا زالت يا سلام ريانة العود ريانة الشكل على مقدمة هذا الشوط ومسيطرة سيطرة كاملة سيطرة فعالة. ها هي ريانة على مقدمة هذا الشوط للسيد يابر بن راشد بن يابر بن مسعود على مقدمة هذا الشوط ومنفرد بالمقدمة حتى هذه اللحظات. المركز الثاني مزنة مزنة في المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين صاحب نقطة أمس في سن اللقاية. يا سلام.
بقيادة المضمر المزعج عتيج بن قريع المري، لكن أرى صخب صخب وصلت وانتقلت إلى المركز الثاني للسيد مطار بن نصيب بن سعيد الاجتبي تغير على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الجزيرة في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد محمد بن عبيد بن راشد المري. يا سلام يا سلام على أداء الإذاع البكار المهجنات الأصايل يتنافس على أرضية ميدان المرموم بقيادة ريانة، بقيادة ريانة، وريانة على مقدمة هذا الشوط للسيد يابر بن راشد بن يابر بن مسعود على مقدمة هذا الشوط. يا سلام صخب في المركز الثاني، عينها على ريانة، عينها على السيارة، عينها على الفوز، عينها على السلامات للسيد مطار بن نصيب بن سعيد الاجتبي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الجزيرة، الجزيرة في المركز الثالث بهذه اللحظات للسيد محمد بن عبيد بن راشد المري. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز، الأداء المتميز. ريانة لا زالت منفردة، ريانة الشكل، ريانة العود على مقدمة هذا الشوط، وهي ترقص على مدرج رقم واحد والاتجاه إلى المنصة الرئيسية. 1200 تعديناها، اللي بيحرك يحرك، اللي بيفتح السماعة اللي بصوت، واللي يحرك الآلي. بدينا الآن بدينا ندخل الكيلو الأخير بقيادة ريانة، بقيادة ريانة للسيد يابر بن راشد بن يابر بن مسعود، لا زالت مسيطرة على المقدمة. الجماعة قادمين، الجماعة قادمين، أول الغادمات الجزيرة، الجزيرة للسيد محمد بن عبيد بن راشد المري. صخب في المركز الثالث، يا سلام الجزيرة، الجزيرة تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا الجزيرة، بدأت تنفرد تلقائي على صوت السماعة، بدأت تسرع، بدأت تزيد من سرعتها، بدأت تحلق على أجواء ميدان المرموم. يا سلام يا سلام يا سلام يا الجزيرة، الجزيرة الجزيرة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ما أدري الجزيرة العربية أو جزيرة الأخبار، تبث أخبارها من أرضية ميدان المرموم. بدأت تحلق، بدأت تحلق، بدينا نشد الأحزمة، بدينا بالهبوط تدريجيا على مدرج رقم واحد بقيادة الجزيرة، بقيادة الجزيرة. ها هي الجزيرة للسيد محمد بن عبيد بن راشد بن فهيد المري. بنقول سلام سلام عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم. تهانينا للسيد محمد بن عبيد بن راشد بن فهيدة المري على فوز الجزيرة بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني سيوف للسيد عبد الله بن محمد بن يمعة، وفي المركز الثالث صخب في المركز الثالث للسيد مطار بن نصيب بن سعيد الجتبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع غرناطة للسيد حمدان بن مبارك بن عبيد الشامسي، وفي المركز الخامس الريانة وصلت في المركز الخامس للسيد يابر بن راشد بن يابر بن مسعود. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان، متابع بالصورة وبالإخراج مع قناة دبي ريسنج مع هذا السباق. نشوفها هي الجزيرة قطعة مسافة 6 كيلو متر في زمن وغدر 9 دقائق 19 ثانية بالوفاء وبالتمام. تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن عبيد بن راشد بن فهيد المري، والذي وصلت في المركز الثاني. سيوف وصلت في المركز الثاني، ها هي سيوف 9 دقائق 24 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبد الله بن محمد بن يمعة بن معضد بن جبر، والذي وصلت في المركز الثالث صخب 9 دقائق 24 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، على البركة ينطلق ثالث أشواط.